صحبتنا دلوقتي مراسلنا احمد الحسيني اللي بيتابع فعاليات مهرجان العالمين ويقول لنا في ايام الختام كيف تبدو العالمين. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير لضيفكم الكريم. فعلا الجمهور عنده حالة من الانبهار، يمكن امبارح انا عشت مع جمهور لحظات في الختام لفعاليات المهرجان. طبعا امبارح كان يوم قبل الاخير والنهارده اليوم الاخير. امبارح كان في حفله لويجز وكان في حضور طبعا جماهيري كبير جدا، خاصه من فئه الشباب اللي كانوا حريصين على حضور حفله ويجز. طبعا كان مجموعه مع مجموعه ثانيه من الفرق الغنائيه اللي قدمت برضو حفله، وطبعا الابواب بتفتح الساعه 6 وانتهت الحفله امبارح الساعه 1 بعد منتصف الليل. اتكلمت مع عدد من المواطنين والجمهور، سواء اللي جم حضروا الحفله بتاعت ويجز او اللي جم كانوا في ممشى العالمين، وبالتالي طبعا كانوا يعني معربين عن اعجابهم وسعادتهم الكبيره جدا بالفعاليات اللي بتقام على مدار اكثر من 50 يوم. احنا بنتكلم من 13 يوليو لغايه النهارده 2 سبتمبر، يعني حوالي 52 يوم. وفعلا زي ما قلت يا مصطفى، يمكن كانك سمعت الناس امبارح وهي بتتكلم بيقولوا احنا عايزين المهرجان مش بس يكون في الصيف، لا احنا كمان عايزين دوره شتويه لفعاليات المهرجان هنا في العالمين. طبعا اتكلموا عن الجو قد ايه الجو جميل هنا، وطبعا احنا كمان بنتكلم على مدينه ساحليه من مدن الجيل الرابع، هي بطول 14 كيلو متر على ساحل البحر الابيض المتوسط. طبعا يعني من اجمل بحار وبحور الدنيا اللي موجوده هنا، وبالتالي احنا بنتكلم عن مدينه ساحليه استطاعت انها تكون محطه انظار العالم كله، مدينه سياحيه عالميه فعلا. والمهرجان كمان يعني يمكن هو اقيم في اولى دوراته بشكل كبير جدا، وكان في العديد من الفعاليات سواء الفعاليات الرياضيه اللي بدا فيها فعاليات المهرجان زي منافسات الكره الشاطئيه او الفعاليات الترفيهيه وطبعا الفنيه زي ما كان امبارح. النهارده كمان في حفله جميله جدا لفرقه شارموفرز، ويمكن بفعاليات الحفله النهارده هيكون حفل الختام لفعاليات مهرجان العالمين العالم عالمين، واللي ولد كبيرا بالفعل. وبننتظر طبعا النهارده الجمهور رايه ايه في فعاليات الختام، وهنتابعه معاكم لحظه بلحظه. خليكم معانا وان شاء الله يعني يبقى حفله عظيمه زي ما تعودنا عليها في كل فعاليات مهرجان العالمين. شكرا لك يا